إذا أحب الله عبدا هيأ له سبل الاستقامة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول عن نفسه قال: ومن شدة حبه لي حبسني كما تحبس الفتيات. وفي يوم من الأيام حدث لأبي شيء فقال: اذهب إلى ضيعتنا، الأرض بتاعتنا، اذهب إلى ضيعتنا فبشرها. فلما خرج مرة بكنيسة سمع أصواتهم يصلون فيها فدخل، فأعجبه ما رأى فجلس معهم إلى أن غربت الشمس. ثم قال لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ثم احتلت على القيد ففككت القيد، ثم ترك أباه وأهله وسافر معهم إلى بلاد الشام. فلما وصل قال: من أعلم رجل فيكم؟ قال: إنني أحكى له، قال: إنني رجل من أصبهان وإني أريد أن أتبعك وألزمك. قال: أقم عندي. قال: أتعلم من علمك. قال: أقم عندي. قال: فأقمت عنده، فكان رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة ويأخذها لنفسه، فما هي إلا أيام حتى نصبوا رجلا مكانه فلزمته وتبعته، فكان رجل خير وبر. فلما حضرته الوفاة قلت: إلى من توصي من بعدك؟ أروح لمين من بعدك؟ قال: إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض مما أعلم على دين عيسى عليه السلام، على دين التوحيد الصافي، إلا رجل في مصر. ثم تبع هذا الرجل وقال له: إن فلانا أوصاني بك. انظر أيها الأحبة كيف يوفق الله عز وجل العبد للاستقامة وإلى الطريق الصحيح. قال: فلما حضرته الوفاة قلت: يرحمك الله، إلى من توصي من بعدك؟ قال: أي بني، إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض، لا يوجد أحد على وجه الأرض على دين عيسى الصافي، ولكنه سيخرج رسول قريب في أرض العرب، يخرج في أرض ذات حرتين وبها نخل كثير، يقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوصف منطبق على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نخل كثير وذات حرتين. قال: وإن له علامات. هذا الرسول له علامات صلى الله عليه وسلم. قال: فمن علامته، وعندما وصلوا إلى أول بلد في جزيرة العرب غدروا به وباعوه لرجل من اليهود، باعوا عبد. انظر إلى الغدر والخيانة، فباعوه عبدا، فأخذه هذا اليهودي وانطلق إلى الأرض ذات النخل الكثير، يعني يسكنون المدينة اليهود. فلما رأى الأرض قال: هي والله، وفرح فرحا شديدا، وأنا في رأس نخلة أصلحها لسيدي فوق في النخلة وهو يجلس تحتي. فأتى ابن عم له وهو يقول: قاتل الله بني قيلة. بني قيلة يقصد قيلة، هذه امرأة من الأنصار كانت العرب تنسب إليه، تنسب إليها. قتل الله بني قيلة مجتمعين في مسجد قباء، مجتمعين في قباء عند رجل يزعم أنه نبي. قال: فأصابتني مثل الحم، وكدت أن أسقط من فوق النخلة على رأس سيدي. قال: فلما أتى الليل جمعت بعض التمرات، تمرات الصدقة، ثم ذهبت إلى قباء، رأى الخمر الأنور، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخطف قلبه وعقله. وقد جمعت بعض هذه التمرات لك ولأصحابك صدقة،
فخذها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على أصحابه قال تعالوا كلوا. قال فأكلوا وأمسكه صلى الله عليه وسلم. وهذا صعب جدا. هل يقول له اخلع اخلع ملابسك حتى يرى الخاتم خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بارزا بارز. قال وفي يوم من الأيام فذهبت ووقفت خلفه ففهم ما أريد صلى الله عليه وسلم فخلع العباءة رداءه الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم فرأيت الخاتم فانكببت عليه أقبله وأبكي وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له سبل الاستقامة.